الانتفاضة الشعبانية طبعا على المستوى الشعبي لا أحد يدعي أنه هو اللي فجرها. أنت تسمعين البعض يقول آني وذاك يقول آني، والحقيقة لا أحد فجرها، تفجرت هي بشكل عفوي. ناس يعني تألمت كثيرا لما كانت تشوف الجيش العراقي يجي مهزوم ومترب القائد، ويعني مناظر كانت مؤلمة جدا. فأكو شخص عسكري أخذته الغيرة، راح على صورة جدارية للرئيس السابق ضربها بالهاون أو عفوا يمكن بالدبابة. اشتعلت الانتفاضة بهذه الطريقة، وهي كانت عفوية، وعفويتها قدرت أن تسيطر على 14 محافظة، لكن دخول المعارضة في الخارج عليها أربكها وأربك خططها.